حبينا نعمل معكم لقاء ونشوف ايش يعني كيف بس نتعرف عليكم يعني احنا جايين من الكوتش. انا جيت مسايدنا الباتراك باتراك الكوتش روم ارثوذكس وابونا مكاريوس بيكون وكيل باترياركي في قطر. ان شاء الله احنا جينا مسايدنا الباتراك عشان المؤتمر. جميل. كيف ايش رايكم في المؤتمر؟ ايش كثير منيح. ايش كثير منيح. احنا بالكوتش عايشين ثلاث الأديان السماوية مع بعض، مسلمين ويهود ومسيحية مع بعض، وفي هنا حبرة يعني. بعدين لاك الإسلامية المسيحية في بلدنا كتير منيحة، في ترابط بين البطريركية وبين المسلمين مع اللوحة العمرية اللي استلمها من بطريرك سوفرونيوس بطريرك الكوتش. برأيك وين المشكلة في العصر الحالي؟ يعني هل هي بعد الناس عن الدين ولا فهمهم للدين خطأ؟ يعني الناس مش فاهمة الدين ولا الناس كتير عندها عداء للدين؟ ليش؟ شو المشكلة؟ شو المشكلة في العالم اللي صاير الآن؟ برأيك؟ ما بعرف شو بالضبط المشكلة، بس ما زينش إن الدين المشكلة. يعني المؤمن في الدين اللي بيؤمن بالله ما عنده مشكلة مع إنسان ثاني. يعني أنت تابعت يمكن الأحداث اللي صارت في نيجيريا قبل يومين، عرضتها الجزيرة صور مؤلمة. هذا في مشكلة في الناس اللي بيفهموا الدين غلط. فالمشكلة في فهم الغلط للدين. أيوة. مش إنه الدين غلط، الطريقة اللي بيفهم واحد الدين غلط. صحيح. سيادة البابا، تسمح لنا نسألك عن قطر. كيف وجدت قطر؟ كيف شفت المجتمع القطري بشكل عام؟ ومرحبا فيك في الدوحة. أنا الحمد لله أنا مقيم في قطر منذ 5 سنوات، وأنا مشارك في خوار الأديان في عندي خبرة من التعايش هنا في قطر بين المسيحية والمسلمين أو المسلمين والمسيحية. فأنا ممارس على الطقوس الدينية للمسيحيين المقيمين هنا في قطر. فالحمد لله في حرية العبادة، ففي مكان العبادة، فهذا أكبر دليل للتعايش في المنطقة مع ديانات مختلفة، ولكن الوطنين مواطنين نفس البلد. هل في مسيحيين كثير يجوا يصلوا؟ الحمد لله من عدد قليل من المغتربين. في عدد كبير من المغتربين، كما أنتم تعلمون إنه هنا في القطر العدد المغتربين كبير جدا، فمنهم جزء كبير من المسيحيين، فهم يأتوا بالصلاة باستمرار يوم الجمعة وفي أيام تانية، بس أكثر شيء بيوم الجمعة. هل تتوقع أن حوار الأديان بينكم كرجال دين، يعني ما أتكلم عن هذا المؤتمر، يساهم بطريقة ما إلى تخفيف التشدد بين الشباب مثلا في المسيحية والإسلام؟ في مؤتمر الماضي كان في مشاركة الشباب، لأول مرة كان في من الطلاب الإسلام والمسيحيين، فهو يساعد طبعا، بس هو لسه بالبداية، فيجب أن يكون الاختلاط موجود، ولكن الترابط أن يكون أوسع من اجتماعات في الفنادق أو في المؤتمرات. يجب أن يكون تأثير وتوسيع هذه العلاقات والترابط مع الشعب. هو موجود ولكن يجب أن يتوسع. ما هو سبب التطرف أنت كرجل الدين؟ ما هو سبب التطرف في المسيحية؟ الجهل هو أكبر سبب. يعني يوجد في النصوص
بالديانتين النصوص المقدسة ما يمنع التطرف يعني لولا الجهل؟ طبعا يوجد أكثر من نصوص الذي يمنع التطرف ويدي إلى المحبة والتعايش، وهذا موجود في كل الديانات، ولكن بالتطبيق بسبب الجهل أو بسبب التدخل السياسي في بعض مناطق فإحنا نشهد على المشاكل اللي إحنا نراها في التلفزيون ونسمع عنه في كل بالأسف للكثير من المناطق العالم. الموقع مهتم بالشباب أكثر. إذا عندك كلمة تحب تهديها للشباب العربي، يعتبر الموقع الأول عربيا الحمد لله متابع من قبل فئة الشباب، فإذا تحب توجه رسالة سيادتك أو سيادة أو أيضا ممكن توجه رسالة للشباب العربي بشكل عام. مسيحيين ومسلمين كل العالم العربي. الرسالة هو رسالة الإيمان، إنه الإيمان والمحبة هو أن يكون النموذج للجيل الجديد من جيل على الشباب، وأن أكون درس من أغلاط الناس الذي يشاركون في صراعات في أنحاء العالم، و أن يكون جيل جديد فهمانين على الإيمان على الدين الصحيح بشكل صحيح، ولم يكون صراعات بين الناس.